للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلي عبر الهاتف الكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة. أستاذ يوسف أهلا بك ضيفا كريما أولا على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بحضرتك وكل مشاهداتك الكرام. منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016 عام للشباب وأصبح تمكين الشباب في كافة مفاصل الدولة وفي الجهات الإدارية وفي كل ما يمكن أن يكتسبه الشباب أصبحت سمة حقيقية وواقعية على أرض الواقع. كيف يمكن تفسير ذلك أستاذ يوسف بعد أن اكتسب الشباب وأنهم هم القوة الضاربة لبناء وتقدم أي أمة؟ يعني خلينا نقول لحضرتك من منذ 2014 هناك توجه استراتيجي للدولة المصرية حرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء الفرصة الكاملة للشباب ليكونوا في الصدارة من خلال أولا التأهيل ثم التمكين، وده كان واضح جدا من اللقاءات اللي يعني بعد 2014 بعد تولي الرئيس السيسي المسؤوليه، كان واضح من خلال اللقاءات التي يجريها بشكل دوري مع مجموعه من الشباب بكافه اختلافاتهم الفكريه والايديولوجيه والسياسيه، وكانت اللقاءات دي انتجت بعض الافكار اللي بنشوف صداها او بنشوف منتجاتها الموجوده الان. ف 2016 حدث التحول الاستراتيجي في العلاقه ما بين الدوله وبين الشباب اللي هي كان اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مسمى عام الشباب في على عام 2016 هو عام الشباب، وانطلاق بعض المبادرات المهمه مثل المؤتمرات الوطنيه للشباب التي استطاعت ان تكسر الحاجز القلق والريبه ما بين الشباب وما بين الدوله. نعم. وما استتبعها من مبادرات ومن مقترحات اخرى وصلنا الى ما نحن عليه الان، ان التمكين بدا بتوجه استراتيجي من جانب الدوله المصريه والقياده السياسيه والرئيس عبد الفتاح السيسي الى ان التمكين اصبح الان هو في الفكر والفلسفه والثقافه المصريه، وده لم يكن لا يحدث الا حينما راى المواطن المصري ان الاهتمام القياده السياسيه واهتمام الرئيس السيسي بالشباب وبما يطرحونه من افكار وما لديهم من قوه كبيره جدا. هنتكلم على طيب. الشباب والسلم. نعم اتفضل. استاذ يوسف اود ان اسالك عن منذ العام 2016 واصبح التمكين حقيقي وواقع، اصبح هناك مكتسبات حقيقيه على ارض الواقع حصل عليها الشباب في السنوات الاخيره ممثل في البرلمان، في الكيانات الشبابيه والسياسيه، في تنسيقيه شباب الاحزاب، الاكاديميه الوطنيه لتدريب الشباب، البرامج الرئاسيه التي عملت جميعها على تمكين الشباب بصوره حقيقيه. كيف يمكن طرح هذا الامر وان يكون التمكين سلسله ممتده عبر القيادات المختلفه للقطاعات السياسيه المختلفه في مصر، وان الشباب يجب ان حزوا من سبقهم ويكون هناك تفعيل حقيقي لهذه المبادرات الشبابيه؟ بص، التمكين والتفعيل الحقيقي لن يحدث الا بامرين، الامر الاول ان يكون هناك اراده سياسيه وايمان بقدرات وقدرات الشباب، وده موجود منذ 2014 زي ما قلت لحضرتك من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لديه ايمان وقوه بقدره الشباب وعلى قياده الدوله مستقبلا. الامر الثاني ان يكون هناك تغير في الثقافه الشعبيه لدى المواطنين من جانب او وجهه النظر الشارع للشباب. نعم. وده حدث خلال الفتره الماضيه لان زي ما حضرتك قلت ان التمكين سبقه ايضا اعداد وتاهيل للشباب، لم يتم الدفع بالشباب للمناصب القياديه والمناصب التنفيذيه ولا حتى العضويات المجالس التشريعيه الا بعد خضوعهم لدورات تدريبيه سواء من الاكاديميه الوطنيه للتدريب او حتى في بعض عدد من المدارس السياسيه التي اثقلت مواهب الشباب، وبالتالي احدثت لديهم الخبره الكافيه التي يستطيعون من خلالها مواجهه اي تحديات ومواجهه اي ازمات، وبالتالي حدث اثقل الشباب بالخبره، وعندما تولوا المسؤوليه سواء كمحافظين او كنواب محافظين او حتى في معاونين وزراء او في البرلمان من خلال الغرفتين سواء مجلس النواب او مجلس الشيوخ، حدث هنا الشباب لم يكونوا يعني موجودين فقط على في مقاعدهم او في مكاتبهم، وانما خرجوا والتحموا في الشارع، وكان هناك عديد من المبادرات التي اطلقها الشباب التي لاقت قبول في الشارع. زي ما انت حضرتك اشرت لعدد المبادرات، يعني تحضرني الان مبادره حياه كريمه عندما اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يجد افضل من الشباب لكي يقودوا هذه المبادره، وبنشوف النهارده اثرها على في القرى الريف المصري بنسبه كبيره، ايضا مبادره ابدا والكثير والعديد من المبادرات
وايضا ما اطلقه الشباب سواء الاعضاء التنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين او الاعضاء البرنامج الرئاسي خلال فتره كورونا. يعني كان في التحام كبير جدا من الشباب مع الشارع لتخفيف وطاه ازمه كورونا على المواطنين، وده منح الشباب ثقه في الشارع. يعني في كانت هناك ثقه لدى القياده السياسيه بقدرات الشباب وايمان بهذه القدرات. ايضا اليوم اصبح هناك ثقه من الشارع في هؤلاء الشباب لانهم وجدهم يعني لديهم القدره على مواجهه التحديات، لديهم القدره على اتخاذ القرار، لديهم القدره على تنفيذ البرامج التي وعدوا بها او التي تحدثوا عنها، زي ما قلت حضرتك زي مبادره ابدا، زي مبادره حياه كريمه. بالفعل اتفق معك الكاتب الصحفي يوسف ايوب ان الشباب هم عماد المستقبل وانهم هم القوه الضاربه لبناء اي امه. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي يوسف ايوب رئيس تحرير صوت الامه.